هذه الحلقة برعاية صبحكم الله بالخير جميعا. وصلنا منطقة اسمها منطقة السن الألمانية. طبعا هذه المنطقة تقع ضمن محافظة ديزلدورف، عدد سكانها تقريبا 500,000 نسمة. تعتبر العاصمة الثقافية في ألمانيا في عام 2010، فيها جامعة، فيها سنتر رئيسي. كذلك يعني لاحظت أثناء البحث أن علمها قريب جدا من علم أوكرانيا، وما أدري شنو سبب الربط أو إذا كان في هناك ربط في هذه المسألة. طبعا الشيء غير الجيد أن اليوم زرناها يوم الأحد وإحنا بالاتجاه لمدينة دورتموند، وتدرون الأحد أغلب المدن مقفلة كإجازة رسمية في أوروبا. متواجدين طبعا في أحد المجمعات التجارية، لكن اليوم أحد والمجمع يعني كل المحلات اللي فيه مغلقة، لكن يعتبر هذا المجمع الرئيسي في السن الألمانية. تحس لي وهلة كذي إن المدينة مهجورة، لكن يعني أسأل الشباب هني إن اليوم أحد، يعني يعتبر في الديانة المسيحية يوم إجازة، وإسن يعني مدينة يعني غالبها الألمان، فيها نسبة أجانب لكن مستقرين مهاجرين يعني، ونسبة السياح فيها أقل، فيعتبر اليوم يوم إجازة عندهم، وأغلب العاملين يتجهون إلى ديزلدورف. طبعا هذه المدينة أوصانا الأخوة الحضار من الجمهورية اليمنية الشقيقة بزيارتها، أظن يعني أكبر جالية يمنية في إسن في ألمانيا، لذلك حرصوا أني أزور هذه المدينة لاستكشافها. زرتها وما خلتها في خاطرهم، مدينة هادئة جدا، وإن كان زرتها في يوم أحد وأغلب المحلات فيها مقفلة، لكن بإذن الله لنا زيارات أخرى فيها، ويعطيكم ألف عافية. وصلنا الحين مدينة دورتموند، واللي تعتبر من أكبر المدن الألمانية، وفيها نادي يعتبر من أكبر النوادي الألمانية في كرة القدم، مو بس في على مستوى ألمانيا بل على مستوى أوروبا بشكل عام، اللي هو نادي بروسيا دورتموند. ما زلنا نستكشف هذه المدينة، خلكم معنا. هني وصلنا السنتر الخاص في مدينة دورتموند، لكن مقفل لأن اليوم يوم الأحد، يوم الأحد يعتبر إجازة في يعني أغلب القارة الأوروبية، ويعتبر إجازة أسبوعية. دخلنا السنتر الرئيس شباب في مدينة دورتموند، مدينة شبه قديمة، ذكرك في بعد 2001 2002 2003 سوريا القديمة. طبعا فيها هوملس بشكل فظيع جدا، والأغلب من الهوملسين من ألمان طبعا، يدش عليك يقولك سلام عليكم، يوقف قدامك غصب، يسوي حركات غريبة. يعني صحيح فيها نادي بروسيا دورتموند، لكن الحين يوم دخلنا للسنتر الأساسي في يوم الأحد يعني قاعد ألاحظ وجود أشياء غريبة. فجأة أشخاص يمشون وراك، يوقفون يمك، يشوفونك تنتبه، يوخرون على طول. يعني مدينة مرعبة نوعا ما. ما أدري يعني فيها نادي بروسيا دورتموند اللي من أعرق الأندية الألمانية والأوروبية، لكن ما أدري يعني هل أنصحكم أنكم تزورونها، ما أنصحكم يعني ما تزورونها، كل واحد والقرار بيده. ممكن تكون في مباراة مهمة وأنت في ديزلدورف حق بروسيا دورتموند، تزور هذه المدينة تشجع فريقك وترد.
وتزور السنتر كذي بنص ساعه مع الانتباه الشامل على كل الاغراض اللي معك. طبعاً أعطناكم نبذة بسيطة عن مدينة دورتموند الألمانية وعطنا الانطباع الشامل حول زيارتها. أنا شخصياً بعد الاستكشاف اللي أجريته في المنطقة ما أنصح أن أي شخص يزور مدينة دورتموند إلا إذا كان في مباراة يدش السنتر بنص ساعة ويرد حق المنطقة اللي كان فيها، لعدة اعتبارات أمنية خاصة للهوملس المنتشرين، لدرجة أن حتى الشرطة قاعد يشوفهم بشكل متقطع يأخذون إشارات للأشخاص الموجودين ويشوفون إجراتهم، أعتقد هل هي شرعية أم غير شرعية. فيعني نصيحتي الأساسية إذا بتزور دورتموند من المنطقة اللي أنت فيها إلى الملعب دش السنتر بنص ساعة كذي، سنتر صغير تقريبا، واطلع روح رد مدينتك. هذا اللي أسويه. اختتمنا طبعا زيارتنا إلى دورتموند بالعودة إلى دوزلدورف، أجواء جدا ماطرة ومطر غزير جدا. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، إلى اللقاء.